مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. هيئة تقويم التعليم والتدريب، نسمع عن هذا الاسم كثيرا، يتردد في كل مكان، ولكنه إعلاميا ما زال حتى ما قبل اللحظة في الظل. اليوم نزيح الستار عن هذا الجهاز ونغوص إلى أعماقه ونحاول استنطاق شيء أو أشياء مما تدار في الداخل، وخاصة ما يتعلق باختبارات الطلاب. التعليم هو ركيزة كل أمة، والشافعي يقول: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. يساعد البرنامج الدولي لتقويم الطلبة بيزا على إصلاح التعليم. تظهر نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة التي تصدر كل 3 سنوات أوجه التحسين الممكنة في مجال التعليم. فعلى سبيل المثال، في ألمانيا أظهرت نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة لعام 2000 أن طالباً واحداً من كل 5 طلاب تقريباً لم يحقق الحد الأدنى لمستوى الكفاية المطلوبة في مادة القراءة في ألمانيا. كما أظهرت النتائج أن التباين بين مستوى أداء الطلاب الفقراء والطلاب الأثرياء من أكثر الظواهر وضوحاً في أداء فئات الطلاب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد تسببت هذه النتائج بصدمة دفعت صانعي القرار في ألمانيا إلى جعل النظام الشائع في المدارس هو نظام اليوم الدراسي الكامل. واستحدثت الحكومة كذلك معايير تعليمية ملزمة، وطورت آليات لقياس أداء الطلاب وتقدمهم مقارنة بتلك المعايير، كما تم تشجيع المعلمين على الاستثمار في تطوير مهاراتهم. وعند مقارنة ألمانيا بغيرها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نجد أنها قفزت من أداء دون المتوسط في مادة القراءة في عام 2000 إلى مستوى يفوق المتوسط في عام 2015. ويعزى هذا التحسن بشكل كبير إلى تطوير قدرات الطلبة من الفئات الأضعف تحصيلاً والفئات الأقل حظاً اجتماعياً واقتصادياً. وعلى بعد آلاف الكيلومترات، سبق أن حققت البرازيل أدنى المستويات في نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة لعام 2003، حيث كان أداء أكثر من نصف الطلاب أقل من الحد الأدنى لمستوى الكفاية المطلوبة في مادة الرياضيات، كما أن معدل الذين أحرزوا أعلى المستويات يقل عن 1 من بين كل 100 طالب. وعليه فقد وضعت البرازيل هدفاً بأن تصل إلى معدل مستوى أداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقييم البرنامج الدولي لتقويم الطلبة قبل عام 2021، وهو العام الذي يسبق احتفال الدولة بذكرى استقلالها 200. وبحلول عام 2015 تحسن أداء الطلاب الأقل أداء في مادة الرياضيات بواقع 34 نقطة، وهو ما يعادل عاما كاملا من الدراسة. وقد تمكنت البرازيل من تحقيق هذه الإنجازات بالرغم من إلحاق ما يقارب 500,000 طالب فقط، ممن هم في 15 من العمر بمقاعد الدراسة في الصف 7 فأكثر. ولا يزال الطريق طويلا أمام البرازيل لتحقيق أهدافها في إلحاق جميع من هم في 15 من الطلاب، ولكنها تقيس تقدمها باستخدام المقارنات المرجعية التي يضعها البرنامج الدولي لتقويم الطلبة. وفي عالمنا الذي أصبح يتسم بسرعة الاتصال وسهولته، لم تعد معايير التميز في التعليم محدودة بحدود الدول، فبإمكان الدول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما يمكن تعديل السياسات لتناسب سياقات متعددة، إذ تستطيع جميع الدول والاقتصادات أن ترفع من مستوى أداء الطلاب وتخلق بيئة مدرسية تتسم بالشمولية في الوقت ذاته. وتظهر نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة أن مثل هذه المخرجات ليست فقط مرغوبة بل قابلة للتحقيق أيضا. يسعدني أن يكون ضيفي هنا في الاستديو معالي الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. دكتور حياك الله معنا. أهلا وسهلا أخوي مفرح، حياك الله. مرة زمن وإحنا نلوم الهيئة على ظهورها الإعلامي ونقول وينها. شكرا لأنكم اليوم كسرتم هذا الحاجز. الله يبارك فيك. وعلشان
نبالغ في كسره تماما، خلنا نعرف الناس وش الهيئة، وش أدوارها، ماذا تقوم به، إيش اللي تسويه الهيئة وما تسويه وزارة التعليم؟ جميل. هيئة تقويم التعليم والتدريب هي قصة ريادة سعودية حقيقة. ريادة سعودية من ناحيتين، الناحية الأولى كثير من دول العالم عندها جهاز خاص بتقويم التعليم، جهاز آخر بالاختبارات والمقاييس، جهاز آخر بالاعتماد الأكاديمي، جهاز رابع للتقويم المدرسي. المملكة العربية السعودية جمعت كل هذه الأجهزة في مظلة واحدة سمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب. وزيادة ومزيد من الريادة السعودية استقلالية هذا الجهاز تماما عن وزارة التعليم وتبعيته مباشرة لمجلس الوزراء. فهيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة الحكومية المختصة بمتابعة وتقويم السياسات التعليمية والممارسات التعليمية وقياس المخرجات وبناء الاختبارات والمقاييس ومنح الاعتماد لمختلف المؤسسات. فبالتالي هي جهة تقويمية في الأساس وتقوم بهذا الدور بصفة مستقلة، وتدير أيضا إضافة لهذا تدير عمليات الاختبارات الدولية التي تشترك فيها المملكة. تقوم الهيئة بإدارة هذا الملف داخل المملكة العربية السعودية. طبعا كل هذه الأدوار نتيجة لارتباطها الشديد بالميدان فتتم بالشراكة والتعاون والتكامل مع وزارة التعليم. أي بالشراكة مع وزارة التعليم في طبيعة العمل. في طبيعة العمل. لكن في الهيكلة أنتم مفصلين تماما. مفصلين تماما. نعم. طيب من قياس المخرجات اللي تقولها اختبارات بيسا، ويمكن هي موضوعنا الأهم أو الرئيس اليوم، يعني النتائج بالنسبة لكم هل كانت مفاجئة كما يطرح إعلاميا، ولا أنتم كنتم متوقعين هذا المستوى؟ النتائج سيدي لم تكن مفاجئة. النتائج متوقعة، ومتوقعة يمكن حتى في الوقت الذي عقد فيه الاختبار. من البداية يعني أنا وليست فقط على مستوى الهيئة، على مستوى حتى قيادة المملكة العربية السعودية. دعني أرجع قليلا إلى لقاء سمو سيدي ولي العهد مع مجلة التايمز في 2018، في أبريل 2018 تقريبا، نفس الفترة اللي تم فيها هذا الاختبار. سموه الكريم في ذلك اللقاء أشار إلى أنه هو ليس راضٍ تماماً عن مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية وعن مخرجاته، ويعلم أنه نظام تعليمي بحجم نظام التعليم في المملكة لا يتوقع يعني إصلاحه سريعاً، ولكن هناك جهود حثيثة أنه خلال 10 إلى 12 سنة أن يصل مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية إلى 10 أو أفضل 10 أو أفضل 20 نظام تعليمي في العالم. هذا كلام سمو سيدي ولي العهد في 2018 تقريبا، نفس الفترة اللي جهز فيها لهذا الاختبار أو نفذ فيها هذا الاختبار في المملكة. فنتائج ليست مفاجئة، طبعا أيضا ليست مرضية، لكن دعني أستعيض عن كلمة محبطة بمحفزة، لأنه حقيقة الطريقة التي يتعامل فيها النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية منذ بدء يعني هذه الاختبارات والاختبارات الدولية والاختبارات الوطنية التي نفذت في المملكة من الهيئة نفسها، تعامل النظام التعليمي مع هذه الاختبارات تعامل إيجابي جدا، يتقبل النتائج، يعترف بها، يضع الحلول المباشرة والميدانية للتحسين والتطبيق، وهذا هو المهم حقيقة. طيب جميل، خلنا برضو نوضح للناس قبل ما ندخل إلى تفاصيل النتائج، ليش بيزا ياخذ كل هذه الأهمية اليوم؟ أهمية بيزا إنه وهو الاسم المختصر للبرنامج الدولي لتقويم تحصيل الطلبة، تقوم به منظمة دولية كبيرة اللي هي OECD، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس. بدأ هذا البرنامج أطلق في 1997، نفذ أول مرة في عام 2000 ب43 دولة، ينفذ كل 3 سنوات على فئة عمرية معينة اللي هي عمر 15 سنة من الطلاب والطالبات بعين عشوائية في كل دولة. يغطي 3 مجالات، الرياضيات والعلوم والقراءة. كل دورة يركز على أحد هذه المجالات يعطيه 70% و15% 15% للمجالين الآخرين. السبعين لإيش؟ يعني في كل دورة تختلف، مثلا الأخيرة هذه كانت للقراءة ثم الرياضيات ثم العلوم.
يعني 70 للقراءة إذا تسمح لي دكتور ونخرج بهذه النتائج، يعني أعتقد أن الموضوع يعني شوي مؤلم صراحة. الموضوع مؤلم يمكن والموضوع لو كانت جدي. في الرياضيات أو العلوم، مع أنه ما نتمنى نكون في أقلها، لا لكن نحن في القراءة نحن ما زلنا هو المعدل العام لنا في الاختبار الذي يحتوي على هذه الثلاث المجالات كان يعني كان كما ذكرت كان منخفض وأقل من، وسنتحدث عن النتائج بالتفصيل. لكن هذه النتائج بالنسبة يعني وأهمية هذا الاختبار إنه أيضا هو لا يختبر في المعلومات، لا يختبر في المعارف، هو لا يسأل الطالب عرف أو عدد أو أذكر، هو يذهب أبعد من ذلك، يذهب إلى قياس قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه من معارف ومهارات خلال 10 سنوات من التعليم. الآن هو عمره 15 سنة، تقريبا له 9 و10 سنوات في التعليم، تطبيق ما تعلمه من معارف ومهارات في مواقف حياتية خارج إطار المدرسة. هذه أهمية هذا الاختبار. طبعا توسع تطبيقه، زادت عدد الدول المشاركة فيه. الدورة الأخيرة في عام 2018 اللي شاركت فيها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى كان لدينا 79 نظام تعليمي شارك في هذا الاختبار. كانت طبعا النتائج المفاجئة حقيقة إنه الثلاث المراكز الأولى تصدرتها ثلاث أنظمة تعليمية كلها من دولة واحدة، من دولة الصين، بتقدم كبير جدا. حتى بعض الناشطات العالمية يعني كتبت يعني أذكى الأطفال في العالم في الصين، يعني النتيجة لهذه النتائج. أول ثلاث مراكز. طيب دكتور، الاختبار الأول بدأ 2000 وإحنا دخلنا 2018، ليش تأخرنا 18 سنة؟ سيدي هذا معلم حقيقة، يعني ضروري نعترف بهذه القضية، هذا معلم أساسي من معالم يعني عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين ومن معالم توجهات رؤية المملكة 2030. نحن الآن نريد أن نكون على المنصات الدولية وعلى الساحة العالمية بكل ما يعني يستتبع هذا الحضور من مسؤوليات ومن مهام. نحن كنا في البداية نكتفي حقيقة بما نعمله، بما يحدث عندنا من تطوير، بما يحدث من تغيير، لا نلتفت كثيرا لمقارنة وضعنا مع الأوضاع العالمية، للاستفادة من الممارسات الدولية والدروس الدولية في التطوير والتحسين. معلم أساسي من معالم هذا العهد ومن منطلق أساسي من منطلقات رؤية المملكة 2030 هو يعني الحضور عالميا والمنافسة عالميا وتحمل نتائج ذلك، يعني بما يعني أحيانا تحمله من مفاجآت نقول دائما تكون محفزة لمزيد من العمل والتغيير والتطوير. أخطأنا يوم أخرنا دخولنا في الاختبارات العالمية؟ نحن بالنسبة لفيزا تأخرنا، لكن لدينا مشاركات أخرى سابقة في اختبارات التيمس اللي هي الخاصة بالعلوم والرياضيات، في اختبارات أخرى خاصة باسمها البيرس خاصة بالقراءة شاركت فيها المملكة أكثر من مرة. لكن أظن نحن الآن شاركنا في 2018 ونستعد الآن للمشاركة في 2021، كان هناك وفد من الهيئة يستعد لهذه المشاركة، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى إن شاء الله نجلس لمناقشة نتائج أفضل يا رب. خلنا ندخل دكتور بعد إذنك ونحط السادة المشاهدين والمشاهدات في الصورة إلى النتائج نفصلها، يعني أنا عندي النسب واضحة وهذه، لكن أبغى أسمعها منك للجمهور. حقيقة يعني كما ذكرت النتائج ليست مفاجئة لكنها وليست مرضية. كان متوسط أداء طلابنا في المملكة هو 399 درجة من كم؟ يعني خلينا نقارنها بالمتوسط العالمي اللي هو 487. أوكي. وبالنسبة هذا في القراءة، في الرياضيات كان 373، أيضا المتوسط العالمي 486، وفي العلوم 386، ومقارنة بالمتوسط العالمي اللي هو 486. إذا حبينا أن نترجمها بطريقة أخرى نقول يعني تقريبا 48% من طلابنا هم اللي حققوا المستوى الثاني على الأقل من مستويات إتقان القراءة، 48%، و 27% هم اللي حققوا يعني الحد الأدنى في الرياضيات الأدنى. نعم. و 38% اللي حققوا الحد الأدنى في العلوم. كانت يعني مفاجأة سعودية في النتائج إنه تقريبا حول العالم الإناث بيتقدموا على الذكور، الطالبات بيتقدموا على الطلاب في القراءة وفي العلوم، تقدم بسيط يعني كان حدود يعني 13 درجة في 30 درجة في القراءة و29 درجة في العلوم.
لصالح الطالبات. لصالح الطالبات على مستوى العالم. في السعودية كان عندنا 54 درجة تقدم للطالبات على الطلاب في القراءة، و13 درجة تقدم في الرياضيات. وبالرغم هم على مستوى العالم متأخرين البنات عن الأولاد، بس عندنا متقدمين 13 درجة ومتقدمين 29 درجة في العلوم. هذه كانت يعني تحية لطالبات، تحية لطالبات يعني، وأتمنى من طلابنا أنهم أكيد يحفز هذا أكيد. طيب إن شاء الله. كيف كانت النسب المشاركة الطلاب إلى الطالبات بالتساوي؟ بالتساوي تقريبا 51% للطلاب 49% للطالبات. طبعا كانت يعني هذه النتائج العامة. إضافة لهذا، الاختبار بيحمل استبانة بيسأل فيها الطالب عن بيئته المدرسية، خبرة داخل المدرسة. كانت هناك حقيقة أيضا بعض المفاجآت يعني المهمة. مثلا من المفاجآت المهمة في النتائج أن الطلبة اللي في فصول أكثر ازدحاما كانت نتائجهم أفضل من الطلبة في فصول أقل ازدحاما. هذا على مستوى العالم ولا على مستوى المملكة؟ على مستوى المملكة. السعودية. الطلبة يعني الذين في مدارس يتوفر فيها الإرشاد الطلابي كانت نتائجهم أفضل بطريقة ملحوظة من طلبة لا يوجدون في مدارس لا يوجد فيها مرشد طلابي. هناك ظاهرة للأسف أظهرتها الدراسة، وهي أيضا أظهرتها نماذج أخرى من وبرامج أخرى من التقييم، اللي هو ظاهرة التنمر. كانت للأسف يعني بنسبة ملحوظة حقيقة يعني ذكرت في المدارس السعودية، في المدارس السعودية، وكان لها أثرها على التحصيل الدراسي. وهذه حقيقة إحصائية خطيرة ومهمة ومهمة جدا. نذكرها حقيقة. دكتور كيف صدرت؟ يعني تبرز ظاهرة التنمر كمشكلة، حيث يعني أشار تقريبا 23% من المشاركين إلى يعني مرورهم بتجربة تنمر في المدرسة، وكان لهذا يعني أثره على مستوى التحصيل مقارنة بالطلاب الآخرين. كان ظاهرة التنمر أكثر ظهورا لدى الطلاب من عند الطالبات، لكن أثرها حتى على الطالبات كان نفس الأثر في مستوى التحصيل مع قلة العدد. بس الأثر على الطلاب والطالبات اللي مروا بهذه التجربة كان أثر قوي في ظاهرة التحصيل. ألا تعتقد دكتور أنه هذه من أخطر النتائج اللي طلعت؟ هذه حقيقة من أهم النتائج التي كما ذكرت. النتائج أثرت إلى أنها أو أشارت إلى أنها أثرت على التحصيل. نعم أثرت على التحصيل. وهنا حقيقة أنا أحب أقرأ الأمور بطريقة يعني أشمل قليلا. أقول يعني كل هذه النتائج إذا من الاستبانات تشير لقضية حقيقة مهمة جدا، وهي الدور الأساسي والمهم للمعلم والمعلمة في المدرسة. النتائج تقول الفصل المزدحم لم يؤثر على مستوى التعليم، كان يعني كان معلمهم له أثر، رفع مستوياتهم حتى عن الفصول التي هي أقل ازدحاما. هناك شخص أو يعني معلم أو معلمة في المدرسة يتولى مهمة الإرشاد الطلابي كان له أثر في تحسن مستوى الطلاب في هذه المدرسة عن مدارس أخرى لا يوجد فيها هذا المرشد أو المرشدة الطلابية. المعلم والمعلمة الذين يقومون بدور يتجاوز مجرد يعني العمل في تقديم المحاضرة إلى العمل التربوي العام والشامل في المدرسة والمحافظة على وضع يعني الطلبة وأمنهم فيها، طلابهم لكن أكثر تحصيلا من طلاب لكن آخرين. لكن اسمح لي دكتور، المعلم والمعلمة اليوم جزء من عملية تعليمية بالكامل. بالضبط. هل وفرت لهم من قبل الوزارة أو القيادات التعليمية أو هيئة تقويم التعليم ما يعينهم على أنهم يؤدوا أداء أفضل من الموجود ولم يؤدوا؟ هل هيئ لهم؟ هم أيضا عندهم مشاكلهم الكثيرة اللي يعانوا منها في البيئة المحيطة. أكيد سيدي، هو وحقيقة يعني أنا أشوف أنه هذه هي الميزة الأساسية في مثل هذه البرامج التقويمية، أنها تصرف أنظارنا جميعا إلى القضايا الأساسية والمهمة. واسمح لي يعني في هذه المناسبة أن أشير حقيقة بكامل التقدير لجهود وزارة التعليم، وكما ذكرت في البداية، وعملها الجدي في التعامل مع نتائج هذه الاختبارات. أنا حضرت الخميس الماضي وقبل إعلان النتائج يعني ورشة حضرها معالي وزير التعليم بحضور جميع مدراء التعليم في المملكة العربية السعودية. كانت عبارة عن ورشة ممكن نسميها ختامية
لعشرات الورش التي تمت في مختلف مناطق المملكة. طبعا لم تكن النتائج معلنة ومصرح بها بالتفصيل لأنه لا نستطيع أن نقوم بذلك، لكن كان هناك مشاركة يعني لمؤشرات ومعالم هذه النتائج مع المدارس وإدارات التعليم، ومناقشة يعني حقيقية وجادة ماذا يجب أن نعمل مستقبلا. يا سلام. حقيقة يعني هذه الروح الإيجابية على كل المستويات، من المعلم، شاهدنا معلم يقف أمام هذا الجمهور من المهتمين ويعرض ما الذي يقلقه، ماذا يريد وماذا سوف يفعل، ومدير مدرسة يتحدث بنفس اللغة، ومدير مكتب تعليمي أو مديرة مكتب تعليمي ومدير إدارة تعليم. حقيقة هذه الروح الإيجابية في تعكس يعني كما ذكرت، لا أقول أن النتائج محبطة لكن أقول أنها محفزة، وهذا ما نشهده حقيقة في مختلف القطاعات. طيب جميل دكتور، أنا باقي معي تقريبا 4 دقائق، في عندي سؤال بأخذ إجابة عليه سريعة ونرجع للهيئة. اليوم لما مثلا تجيك نتيجة مفاجئة ويقول لك أن الطلاب اللي في فصل مزدحم أدوا بشكل أفضل والإرشاد والتنمر، كيف تتعاملون مع هذه النتائج؟ كيف إيش الآلية، إيش الخطوة القادمة اللي لازم تكون؟ حقيقة سيدي يعني عفوا مين اللي لازم يقوم فيها؟ يعني هذه قضية مهمة، اللي يقوم ويحدد السياسة هو وزارة التعليم. وزارة التعليم هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية وتنفيذها. نحن هيئة تقويم التعليم والتدريب، نحن الجهة المسؤولة عن تقويم هذه السياسات والتأكد من جدواها ومخرجاتها. وكل يقوم وفيما يخص الاختبار هذا أنتم المشرفين. نحن الجهة المشرفة على التنفيذ. تجون تقولون يا وزارة التعليم هذه النتائج اللي طلعت ويحق لكم أنكم تضعون سياساتكم وفقا لها. بالضبط. كيف وجدتم تعاون الوزارة؟ الوزارة حقيقة متعاونة جدا، وكما ذكرت هناك روح إيجابية. الوزارة لديها مشاريع يعني حقيقة بدأت من فترة طويلة وما زالت مستمرة لمراجعة المناهج، لإعادة يعني أنشئ مؤخرا حقيقة بموافقة من المقام السامي الكريم معهد وطني لتدريب المعلمين على رأس العمل. هناك يعني مبادرات جادة لاختبارات تحصيلية تقام سنويا. نحن في المملكة العربية السعودية في هيئة تقويم التعليم نقوم باختبارات وطنية سنويا تشبه هذه الاختبارات، مهمتها زي ما يقولوا كده تسخين النظام، النظام يصبح دائما مستعد لهذا النوع من التقييم الخارجي الذي يعني لا يتم إعداده في المدرسة أو من قبل المعلمين، يتم إعداده من جهات أخرى ويتم تنفيذه والأخذ بنتائجه وتعميمها على الجهات المعنية للاستفادة منها في تطوير البرامج. في الدقيقة ونصف القادمة، ما القادم لدى هيئة تقويم التدريب والتعليم أو التعليم والتدريب؟ هيئة تقويم التعليم والتدريب إن شاء الله قادمة ومستمرة بقوة في مؤازرة قطاع التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وإصلاحه وتطويره بتوفير كل الأدوات التقويمية. نحن إن شاء الله لدينا يعني اختبارات بيزا في 21، لدينا قبلها اختبارات وطنية على مستوى المملكة سنشاركها النتائج، لدينا برامج متعددة حقيقة للتقويم المدرسي لتقويم المدارس نفسها في القريب إن شاء الله في بداية يعني الربع الأول من العام القادم، لدينا اختبارات الرخص المهنية. أحب فقط أذكر بكلمة سيدي ولي العهد في لقائه مع التايمز أن إصلاح التعليم يتطلب وقت، يعني أرجو من الجميع يعني أن يتحلى يعني بالصبر وفي نفس الوقت يعني بروح إيجابية يعني للتعاون مع هذه النتائج. نحن نعتبرها كما قلت نتائج محفزة لمزيد من التطوير والتحسين، وهذا ما نشهده ولله الحمد. طيب جميل، بنعم أو لا إذا تسمح لي دكتور. 13.7 من الطلاب السعوديين اللي شاركوا كانوا من مدارس أهلية، و86.3 كانوا من مدارس حكومية. الإحصاءات أو النتائج أشارت إلى فرق بين التعليمين؟ أشارت إلى فرق، لكن عندما يعني بالضبط نسميه الضبط الإحصائي لتأثير الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطلاب تقلص الفارق جدا إلى يعني درجة أو درجتين، يعني ليس بذلك الأهمية. طيب بالعادة أسميها لضيوفي تغريدة صوتية أخيرة، جملة واحدة لطلابنا وطالباتنا. المستقبل أمامكم وأنتم المستقبل. لوزارة التعليم. نحن شركاؤكم ونعمل سويا لتطوير التعليم. لهيئة تقويم التعليم. لدينا عمل كبير ومهم،
وإن شاء الله نكون يعني على حجم على قدر المسؤولية بإذن الله. حاجز ظهوركم للإعلام انكسر، لا تعيدوه مرة ثانية إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أخي الدكتور. شكرا لك دكتور، وشكرا لرحابة صدرك وظهورك معنا في الله يبارك فيك. أشكر معالي الدكتور حسام عبد الوهاب زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. وفي نقطة بس بقولها قبل ما أروح الفاصل، اليوم حتى مع عدم رضانا عن هذه النتائج، لكن أن نواجهها بهذه الشفافية وبهذه الصراحة وبهذا الوضوح وبهذا الإعلان وبهذا التقبل هو طريق جيد لوضع الحلول الصائبة. فاصل مكملين.